يحظى الذهب الخليجي بإقبال كبير لدى النساء والفتيات الكرديات في أسواق إقليم كردستان، يليه الذهب التركي والإيطالي نظرا لتميزه بتصاميمه الحديثة ونقوشه الجذابة، حيث تقبل النساء على شراء مختلف المصوغات الذهبية خاصة الخليجية منها، كونها تتميز بجودة عالية وأسعار مناسبة. من حيث التصميم والتزيين، الذهب الخليجي يتناسب مع الألبسة النسائية الكردية، إضافة إلى أنه يتمتع بلمعة ونوعية وجودة عالية. من حيث السعر، المصوغات الذهبية الخليجية مناسبة أيضا مقارنة بذهب الأسواق الأوروبية. هناك أنواع من الذهب، لكن الذهب الخليجي له رواج أكثر في الأسواق. ذهب دبي يتمتع بألوان زاهية ونقية عادة، والفرق في الأسعار ليس كبيرا. وبحسب إحصائية جمعية أصحاب الذهب في إقليم كردستان، فإن قرابة 50 طنا من الذهب تم إدخاله إلى أسواق إقليم كردستان في عام 2015 فقط. تحولت أربيل إلى مركز تجاري قوي لبيع وشراء الذهب، إذ يتم توزيع الذهب الخليجي المستورد إلى الأسواق العراقية. رغم الأزمة الاقتصادية، إلا أن 50 طنا من الذهب تم إدخاله إلى الإقليم خلال العام الماضي فقط. عبر مطاري أربيل والسليمانية الدوليين ومعبر إبراهيم الخليل، يتم استيراد كميات كبيرة من الذهب سنويا إلى أسواق إقليم كردستان، ومن ثم توزع بعض منها إلى جميع أرجاء العراق. الذهب الخليجي من أكثر المعادن الثمينة رواجا ومبيعا في أسواق إقليم كردستان، سيما في مدينة أربيل التي أصبحت مركزا رئيسيا لتوزيع الذهب المستورد من الأسواق الخليجية إلى المحافظات العراقية.